بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة جامعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية المستوى العاشر، معكم دكتور محمود حسين لاستكمال كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2 اللي هو من ضمن الكورسات الخاصة بالمستوى العاشر في القسم. إن شاء الله النهاردة هنبتدي شابتر 6 وهو البايلز أو الخوازيق. وطبعاً شابتر 6 وشابتر 7 من أهم الأجزاء اللي في المنهج بتاعنا اللي هي بتتعرض للديب فاونديشنز. فإحنا هنتكلم النهاردة على بارت 1، بعض التعريف اللي إحنا هنبتدي بيها الشابتر بتاعنا. أول حاجة هنتكلم على إمتى بنستخدم الديب فاونديشن أو يعني إيه ديب فاونديشن. طبعاً إحنا عرفنا الكلام ده في أول الكورس وقلنا ان انا لو عندي قاعدة على بعد دي اف وعرضها بي، فلو كانت الدي اف ديت على البي اكبر من او تساوي 3 او في ناس قالت 4، ففي الحالة ديت الاساس ده ما بنسموهوش شالو فاونديشنز، امال بنسميه ايه؟ بنسميه ديب فاونديشن. يبقى الدبس على الويدث بيبقى اكبر من كام؟ من 4. طبعا انا ببتدي الجأ للموضوع ده امتى؟ لما الاقي ان في عندي السويل بتاعتي ليها البيرين كاباستي او قدره تحملها ضعيفه، ففي الحاله دي بنفكر في الديب فاونديشن. او نفس الكلام ان انا ما عنديش طبقه تستحمل الاحمال بس في الاعماق الايه اللي هي الضحله اللي احنا كنا قلناها تقريبا 3 متر، يعني في حدود 3 متر ما لقيتش في اي طبقه تقدر تستحمل الاحمال بتاعتي، فببتدي انزل للعمق الكبير عشان اعمل الديب فاونديشن. والكلام ده طبعا بيجي لي منين؟ ان انا هفكر برضك في الديب فاونديشن لما الاقي ان انا عندي هيفي لودز، يعني عندي احمال كبيره جايه من السوبر ستراكشر ومفيش شال فاونديشن قادره تستحملها. اقصى حاجه اللي احنا اتكلمنا فيها في الاجزاء السابقه اللي هي الرفت مثلا وما قدرناش نستحملها، او لو عملناها هتبقى كان الناحيه الاقتصاديه مش مظبوطه. خلاص نبتدي نفكر في الديب ايه فاونديشن. طبعا الديب فاونديشن ليها انواع، عندنا في منها البايلز اللي هي الخوازيق، وعندنا البيرز اللي هي الدعائم، وفي ناس بتسميها الابار اللي ايه الاسكندراني او الدعائم، وفي عندنا الكيسون او القيسونات ودي بتصلح للمنشآت البحريه، وفي الويل فاونديشنز او الاساس البئري، وفي عندي الشيت بايلور. بس خلي بالك ان بالنسبه للكيسون والويل فاونديشن دي طبعا تعتبر السكشن بتاعها هيفير، وطبعا هي بتبتدي نغوصها في الاعماق الكبيره، ودي مش خارجه عن نطاق الدراسه بتاعتنا هي والبير. امال احنا هنتكلم عن ايه؟ احنا في دراستنا هنتكلم عن الخوازيق اللي هي البايلز، وهنتكلم على الريتيننج ستراكشر، ومنها طبعا الشيت بايلز بتاعتنا ان كان شيت بايلز وول او ريتيننج وول. طيب لو هنتكلم على البايل بقى بتاعنا، بايل فاونديشن او اساس الخوازيق، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن جزء من الجزء الانشائي بيستخدم لايه؟ لنقل الاحمال من السوبر ستراكشر للمين؟ لتربه التحمل اللي موجوده عند عمق كبير شويه من مين؟ من سطح الارض. طب ايه مكوناتها؟ يعني انا عندي اساس او عندي مثلا العمود اهو، بتبقى بتتكون من حاجتين اساسيين، عندي هنا حاجه اسمها البايل كاب او الهامه بتاعت الخازوق، وعندي تحت هنا بقى مين؟ الخوازيق نفسها بالاعماق المطلوبه عندي. يبقى عندي البايل كاب والبايلز، دول هنتكلم عليهم في الخوازيق. طب لما نيجي نتكلم على البايلز اللي هو اول جزء عندنا، ايه هو تعريفه؟ هو حاجه زي العمود، ار لونج اند سلندر ممبر. يعني ايه لونج؟ يعني هو عضو طويل ونحيف، طبعا هو بالنسبه لطوله يعتبر نحيف، بينقل الاحمال للاعماق التربه الايه؟ العميقه، او ممكن توصل للصخر اللي هي هاي بيرين كاباستي، عندها البيرين كاباستي مالها عاليه جدا. ليه؟ عشان نتجنب التربه السطحيه اللي هي البيرين كاباستي بتاعتها ايه؟ ضعيفه. طيب مبدئيا عشان نختار نوع الخازوق اللي هنشتغل بيه في الدراسه بتاعت الفاونديشن او في الاساس بتاعي، لازم ابص على الفاونديشن انفستيجيشنز او تقرير التربه بتاعي عشان اشوف انهي نوع من الخوازيق هتنفع. لكن برضك نوع المنشا نفسه
ونوع الاحمال اللي هحطها والتكنيك بتاعي والناحيه الاقتصاديه، الحاجات دي برضك مهمه جدا لما نيجي نختار نوع الخازوق وطوله والمسافه ما بينه والميل بتاعه الى اخر من هذه المواضيع. طيب زي ما انت شايف الخلاصه بتاعتي، انا عندي مجموعه خوازيق اهيت وده البايل كاب خلاص، وهنا العمود بتاعي هيبتدي ينقل الاحمال للبايل كاب وينقل لمين؟ للبايل، والبايل ينقلها لمين؟ للصويل. امتى بقى نفكر في الكلام ده؟ لما يبقى عندي لارج ستراكشر لودز، عندي احمال عاليه جدا من الستراكشر، السيتلمنت بتاعي مش عايز تفاوت في السيتلمنت كبير للمنشا بتاعي، هيبقى فيه مشكله. بالاضافه ان البايل سبورت ستراكشر ديت بتثبت الستراكشر بتاعي جامد جدا، والكلام ده بيحصل لما الاقي عندي لو سترينث سويل فين؟ عند التربة الضعيفة. يعني كنت ممكن احط مش البايل كاب بقى، الاساس بتاعي عند تربة ضعيفة هنا، هو عند تربة عادية هنا بس تربة قوية تقدر تشيل، لكن انا ما لقيتش تربة قوية هنا، فابتديت افكر في ان انا اعمل الخوازيق بتاعتي. يعني ممكن في حالة زي ديت عندي سوفت ستراتا زي ديت، فببتدي اعمل مثلا حاجة اسمها اند بيرينج بايل، او ممكن اعمل فريكشن بايل لما الاقي ان التربة ضعيفة هنا، او لو مثلا عندي ابليفت فابتدي اعمل ايه تنشن بايلز، او ممكن يبقى عندي قوه مالها قوه افقيه لاترال لود، فابتدي ممكن البايل يشيل القوه الافقيه ديت. ممكن اعمل عندي لاترال لود فاحط فيها خوازيق مالها مايله، ممكن اعمل خوازيق في حاله لما يبقى عندي هنا هيحصل مين سكاورنج، يعني هيحصل نحر ولا حاجه للتربه اللي هنا، فابتدي افكر في السكاورنج ديت، وابتدي اعمل برضه خوازيق تشيل الكلام دوت، عشان لو حطيت تربه هنا اهو اساسا اهو ممكن التربه ديت يحصل لها نحر وتبتدي توقع المبنى بتاعتي. افرض انا عايز اعمل حفر هنا اهوت، يعني عايز احمر جزء حفر هنا، فممكن احط خوازيق هنا علشان ان هي ما تحصلش انهيار للتربه جنب الحفر بتاعي هنا. بالاضافه لو انا عندي تربه انهياريه او تربه انتفاشية للإكسبانسيف سويل، ممكن برضك استخدم الخوازيق فيها. دي انواع مختلفة بس احنا مش هنتعمق في دراسة كل الانواع ديت في الكورس بتاعنا. شكرا.